هل اصاباته او اعراضه مختلفه عن اعراض الاوميكرون؟ لا، اعراضه غير مختلفه عن الاوميكرون، ومش مختلفه حتى عن اي التهاب فيروسي زي الانفلونزا. يعني هو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، بيبقى معاه اعراض عامه زي الحراره، تكسير في الجسم، ارهاق شديد، بيبقى فيه معاه التهاب في الحلق، كحه مستمره، لكن في الاخر هي الاعراض العامه اللي موجوده مع الاوميكرون. هل الكواشف اللي موجوده تكشيفه ولا لا؟ هو ده اللي لازم احنا نفكر فيه. احنا نفكر في ثلاث حاجات: انا متطعم هيحميني ولا لا؟ طب انا عندي اعراض فعملت المسحه، المسحه هتقول لي انا مصاب ولا لا؟ طب انا فعلا لا قدر الله ربنا اصابني بهذا المتحول، الادويه اللي موجوده فاعليتها ايه معايا؟ ده السؤال اللي احنا نسأله. كشده اعراض اتفقنا ان هو ليس بشديد ولا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وخطورته في بعض الفئات المعينه اللي هي اهلنا من كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، اصحاب الامراض المناعيه، اصحاب الادويه او اهلنا اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه او ادويه ايه كورتيزونات طويله ايه المدى، ونحط تحت كمية طويله المدى دي كذا ايه خط، مش اي حد خد كورتيزون لمده يومين يبقى هو عرضه او اكثر ايه خطوره. طيب كواشف بتجيبه، كلمه كواشف البي سي ار وليس المسحه السريعه، عشان دلوقتي اصبحنا المسحه السريعه هي بالنسبه في اعتقاد المصريين هو الطريقه الامثل للتشخيص، والكلام ده غير صحيح. الكواشف هي للمسح وليس للتشخيص. يبقى البي سي ار يجيبه. العلاج اللي موجود علاج فعال 100%، والعلاج الموجود لا نقصد بيه الادويه القديمه، نقصد بيه اخر تحديث للبروتوكول. ها الادويه اللي موجوده فيه كويس، هي دي الادويه اللي تحمل نسبة شفاء تصل إلى 95% من هذا الفيروس.